أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية العراق في المنطقة وأن أمنه جزء من استقرارها، مشيرا إلى أن زيارته إلى بغداد تعكس عمق العلاقة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين بلدينا الشقيقين، ورغبتنا الصادقة في تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات. ندرك أهمية العراق ودوره في المنطقة، ونؤمن بأن أمن العراق واستقراره هو من أمن واستقرار المنطقة. كما تطرقنا إلى آخر التطورات في المنطقة وأكدنا على ضرورة تغليب لغة الحوار. هناك عدة جهات قطرية تمتلك مستثمرات في جمهورية العراق، وتعتزم دولة قطر مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.